السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. التيتر ماشي هو التيتر، درتو لصحاب الداند للبراك يبغوا هذا الصوالح. روتيل بهرس، روتيل مكان والو، ستاد مكان والو، يبغوا هذا الصوالح. ناس يبغوا هذا الصوالح، هذا مكان حنا تي درناه درتو، ما درتوش الناس اللي يبغوا كرة القدم. التيتر هذا درتو، التيتر درتو للبراك، واسمعوا معنا على كرة القدم. الناس اللي يبغوا يسمعوا كرة القدم، وما تيت مديرو حاجة، ما كاش كلش راه مليح في المنتخب الوطني الجزائري، كلش راه مهيأ باش نجيبو كأس إفريقيا، بالتالي كاع راه كلش مهيأ باش نجيبو كوب دافريك. أمنوا أمنوا، صدق أو لا تصدق، كلش راه مهيأ باش نجيبو كأس إفريقيا، كل شيء. أنا نقولها لكم، كل شيء راه مهيأ. بدون بكاء، ما تبكوا، ما تشكوا، ما تبهدلونا، ما تقولوا السحور، ما تقولوا استاد محفر، والو والو. حتى استاد اللعابة وعجبهم، يعني ويقول لك الحق فيه اثنين، فيه الحق وفيه انت، اثنين. حنا عند ربي الناس البراك هما اللي هم يهضروا، واحد يهضر كلمة الحق. أنا بالماضي ما شفتوش قال باللي تربص كي والو، أنا بالماضي ما شفتوش قال لوتيل كي والو، أنا كلش قال لك كلش مليح، ما هدرش. أنا شفت البراك هو اللي راه يهضر، البراك هما اللي مرادين باللي كلش مكان والو. أنا شفت البراك قال لك لوتيل كي والو، البراكة الكبيرة هذاك، البراكة هذاك الحلوف، هذاك البراكة، هذاك المخنث هذاك، قال لهم لوتيل مكان والو. شاهدنا لوتيل مليح بالماضي، واحد ما بالماضي ما قالش عند ربي ولا. الحق يقول لك ما اثنين، انا عند ربي كلمة الحق نقولو. انا ما شفت بالماضي قال تربص كي والو، ولا قال لوتيل كي والو، ولا قال الملعب كي والو، ما هدرش عند ربي. واحد كلمة الحق تنقال، انا مالي سمعه. انا قلت لكم ونعاود، انا باش تقارنوا، انا بطلت تدوها من عندي هكا ديريكت. انا لو كان هذا بالماضي يربد الكوت ديفوار، يربدها فوق راسه ويجيبها ويحطها هنا ويقولنا جبت الكوت ديفوار ماشي كاس افريقيا، والله ما نستعرب به، والله ما نسمح له. خاطش علاه غبني في واحد الصوالح، والله ما نسمح له. بالتالي ما نستعرب به وما نسمح لهش. هذا بالماضي راني نقول فيه، هذا جمال بالماضي مدرب منتخب وطني جزائري، غبني في واحد الصوالح، غبني ليشان، غبني والله ما نسمح له. بالتالي غبني والله ما نسمح له. هذه هي، هذه باش تدوها من عندي هكا، تدوها جلوبال هكا، تعرفوا باش تعرفوا الشوبير كي داير. مانيش نقول واحد المدرب، لا راني نقول بلي جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري، اللي دا في اللي جا في 2018 ودا كاس افريقيا في 2019 وخرج، خرجت البعير من الكاميرون، وزاد ما راحش كوب ديموند، وزاد هو دروك راه مدرب. هذا والله ما نسمح لك، والله ما نستعرب به كاع. ولو كانت تنزل للقمر تحطه فوق لاكوب، والله ما نستعرب به. حتى حقرتني وغبنتني في هذه الامور، والله ما نسمح لك. وين عاود نولو وين نتكلموا على السالمي، يعني سالمي سمير سالمي نجم نادي الافريقي التونسي والمنتخب تونس السابق، يعني وين خاص بتصريحات، يعني وين قام فيها منشور منتخب مشوار، وين قيم فيها مشوار منتخب الجزائر في عهد المدرب، ووصف اياه بانه فوق المتوسط، وتولى بالماضي مهمة تدريب الخوض في 18 أبريل أو أكتوبر، وأشرف عليها في 64 مباراة حقق فيها محاربي الصحراء 43 فوز و15 تعادل، مقابل تعرضي لست هزائم فقط، ست هزائم هذيك تعشى ثقيلة. وقاد يعني بالماضي منتخب الجزائر يعني للتتويج باللقب، في حين أن الثعالب الصحراء أقصيوا معه من الدور الأول لكان كاميرون، كما أنهم لم يتأهلوا لكأس العالم.
وأوضح سمير سامي في تصريحات خاصة أنه يمكن وصف مشوار منتخب جزائري تحت قيادة بالماضي بعد يعني بالفوق المتوسط. وقال بالماضي حقق بداية ممتازة مع الجزائر ونجح في الفوز باللقب، كما أنه قام بسلسلة رائعة من لا هزيمة استمرت 35 مباراة كاملة بدون يعني ما كاش يعني ما. وأضاف نجم منتخب تونس السابق مشوار الجزائر كان ليصير ممتاز مع المدرب، ولكن الإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا وعدم التأهل لكأس العالم جعله مشوار مقبول أو دعنا نقول أنه متوسط. وأشار سليمي إلى أن منتخب الخض يحتاج إلى الهدوء في الفترة الحالية قائلا بالماضي مدرب وأنا من معجبين به، ولكن علاقته تتوتر بعض الأحيان مع اللاعبين ووسائل الإعلام، وأعتقد أن المنتخب الجزائري يحتاج في الوقت الحالي يعني وبهذا المدرب من أجل وضع لاعبيه في راحة تامة وبدون تصريحات مستفزة للإعلام الجزائري الذي وقف معه في أشد يعني في الإقصاء يعني في إقصاء في الكاميرون والإقصاء من كأس العالم. لكن بالماضي دائما وإن شاهدته يهاجم هذا الإعلام الذي وقف معه، وصح مع اللي خسرنا مع غينيا استوائية إعلام اللي صفق عليه وقالوا فيليستاسيون جمال فيليستاسيون جمال، حتى وين خرجنا من مروحناش كوب دي موند وصفقوا عليه ميجا دخلوا يصفقوا عليه قالوا له فيليستاسيون قدر الله ما شاء. هذه هي. وبشأن قدرة المنتخب الجزائري على التتويج باللقب كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، صرح سليمي ورشح 3 منتخبات رئيسية للفوز باللقب كأس أمم إفريقيا وهي المغرب السنغال والكوت ديفوار، ثم يأتي بعدها منتخب مصر الذي يعد واحد من أفضل المنتخبات في إفريقيا. وبخصوص حظوظ بقية المنتخبات العربية صرح سليمي بالقول المنتخبات العربية الأخرى لديها حظوظ في التتويج باللقب، ولكن يوجد منتخب المغرب أولا وبعده مصر ثم تونس بدرجة أقل رغم تفاؤلي بقدرته على النيل اللقب أيضا، وهناك منتخب مصر جزائري الذي يعد حالة خاصة ويملك ثقافة يعني في الدور يعني في هذا الدور وحظوظه والآخر قائما للتتويج. وللتذكير فإن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار ستشهد مشاركة 5 منتخبات عربية وهي المنتخب الجزائري مصر المغرب تونس وموريتانيا، ويلعب منتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات موريتانيا بوركينا فاسو أنغولا، وعلما أنه سيخوض جميع مباريات الدور الأول في ملعب السلام بمدينة بواكي. هذه هي. لازم بالماضي ذروك يلاقي الحل. أنا نهضر على ليكيب ناسيونال وعندي الجزائر قبل بالماضي، سبحان الله بالماضي موظف ما تعطيش دراهم ما يجيش مثله مثل الإمام فانك إمام فانك ما تعطيش دراهم ما يصليش بيك. هذه هي باش نهضروا صح. حاسبين انتم حاسبين سهلاول باش يكون على بالكم ماشي سهله ماشي سهل. الناس اللي تهدر الناس تهدر صح، قال لك يا ودي صعيبه التاهل، خلينا من الجزائريين كاين لاعبين جزائريين ويقول لك باللي لا ومنا منا بصح. الناس اللي يقول لك لا وكيف اهدر كيما الناس اللي ما عندهمش الناس ما عندهمش ما عندهمش هذه ما عندهمش كاش. انا نقول لك والله ما عندهم عندهمش الناس هذي يا والله راني نتفرج في واحد البارتية ومن نسيها ودي بارتية راني نتفرج فيها والله ما نساها بارتية في المستوى والله في المستوى خويا. ناس يتلعب خويا ناس لعبت بولا لعبت ناس لعبت كرة قدم والله لا لعبوا كرة قدم. أنا نقولها لك على الله كلش على الله. أي جاية كوب دابليك ما باقي لهاش، أنشوفوا وين توصل لها. شوفوا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.